يا نبض الأزهر قم فينا وانشر في الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير. The anatomical position أو الوضع التشريحي ده موضوع صغير إنما مهم جدا، مهم جدا في الشفوي. مثلا إيه هو الأناتوميكال بوزيشن أو الوضع التشريحي؟ هو الوضع اللي الجسم بيبقى عليه فيه لما نيجي نوصفه. إحنا دلوقتي بنيجي نوصف الجسم لازم نحطه في مكان معين، بحيث إن أنا لما أجي أوصفه أو يجي واحد أمريكي يوصفه أو يجي واحد إيطالي يوصفه، أيا كان بيوصف نفس الجسم في نفس الهيئة أو نفس الوضع أو نفس البوزيشن، The anatomical position. طيب جم العلماء وحطوا شروط أو مواصفات، ست مواصفات أو ست شروط إذا توفروا في الوضع يبقى دوت اسمه anatomical position. إيه هما الست شروط دول اللي بيتسأل فيهم في الشفوي أو تحريري أو MCQ؟ طيب الست شروط، أول حاجة standing يعني واقف، يكون الشخص في وضع الوقوف in the standing position. تاني شرط erect يعني منتصب، ما يكونش مايل او مجعوص، منتصب erect. الشرط الثالث his arms are straight and beside the body، دراعاته مستقيمة او مفرودة، زائد ان هي ايه جنب جسمه، مش مرفوعة لفوق مثلا وهي مستقيمة، لا مستقيمة and beside his body. الشرط الرابع his legs are straight and beside each other، رجليه جنب بعضيهم ومستقيمتين مفرودتين. الشرط الخامس his eyes are facing forwards يعني عينيه بصة لقدام. الشخص ده كده واقف في الانتوميكال بوزيشن، عينيه كان عينيه بصة لقدام، مش مثلا واقف وايديه مفروده ورجليه مفروده ان انا بص لورا او عينيه بصة يمين او شمال، لا عينيه بصة لقدام. his eyes are facing forwards. الشرط السادس والاخير his palms، البالم اللي هو باطن الكف اسمه بالم، اللي هو ده his palms يعني باطن الكف ده والكف ده are facing forward برضو يتجهان للامام. يبقى الايز العينين متجهتين للامام، والبالم والبالم متجهتين للامام، الليجز ار ستريت وجنب بعضيهم، الايدين ستريت وجنب الجسم، ستاندنج يعني واقف، اتنين يعني اريكت. ديت الست شروط عشان لو تواجدت يبقى دوت الجسم في الوضع التشريحي. خلي بالك بقى من نقطه مهمه، لما تسال في الشفوي وتقول ويقولك مثلا ايه هي الشروط بتاعت الاناتوميكال بوزيشن، ما تقولوش هم سته او هم خمسه، ما تحددش رقم، تبدا على طول تعد عشان لو نسيت حاجه ما يبقاش فيها اي مشكله. انما لو قلت له سته ونسيت واحده هيقولك طب فين السته، يبقى ما تقولش ارقام خالص خالص، تبدا على طول تقول له دي دوت الوضع اللي بيبقى فيه ستاندنج erect، his arms are straight and beside each other، his legs are straight and beside each other، his eyes are facing forward، his palms are facing forward also. طيب تعال نبص معايا كده على الشخص دوت، هل هو موجود في الاناتوميكال بوزيشن؟ لا مش موجود في الاناتوميكال بوزيشن. لماذا؟ عشان هو not standing، هو اصلا مش واقف هو قاعد. طيب الشخص دوت standing اهو بس برضه مش في الاناتوميكال بوزيشن عشان هو مش اريكت، مش واقف منتصب، زائد ايديه مش مستقيمه جنب جسمه مثلا نوت اريكت. تعال نشوف الشخص ده، بص كده معايا، اول حاجه ستاندنج مظبوط، اريكت مظبوط، هيز ارمز ار ستريت اند بيسايد هيز بودي مظبوط، هيز ليجز ار ستريت اند بيسايد ايتش اذر مظبوط، هيز ايز ار فيسينج فورورد مظبوط، هيز بالمز are facing forward. يبقى هو in the anatomical position. تعال نشوف الصورة ديت، الراجل دوت مش في الاناتوميكال بوزيشن. ليه؟ عشان مش اركت. دوت في الاناتوميكال بوزيشن. تعال نقول الست شروط بس بالعربي، اول حاجة واقف، تاني حاجة منتصب، تالت حاجة ايديه مستقيمة وجنب جسمه، رجليه مستقيمة وجنب بعضيها، عينيه بص لقدام، والبالم بتاعه او كف او باطن الكف بص لقدام، يبقى هو في الاناتوميكال بوزيشن. تعال نشوف الصوره ديت، دول الست شروط، ادي الصوره دي والصوره دي والصوره دي، انه صوره في الاناتوميكال بوزيشن وانه صوره نوت ان ذا اناتوميكال بوزيشن. الراجل دوت اكيد نوت ان ذا اناتوميكال بوزيشن. ليه؟ تعال نبص، واقف ستاندنج ماشي،
إريكت ماشي، إنما بص الأرمز مش ستريت ومش بيسايد هيز بادي، والرجليه مش بيسايد إتش أذر، وعينيه الأيز نوت فيسينج فورورد، مش بصة لقدام، بصة على جنب، ورجل وإيده برضو البالم مش بصة لقدام، ده نوت إنزال أنتوميكال بوزيشن. تعال شوف الراجل دوت ستاندينج وإريكت تمام، إنما بقى الباقي الشروط تعال نبص، الأرمز أر ستريت لا بيسايد ذا بادي، يعني رجليه ستريت اه، بيسايد اتش اذر اه، طيب الايز بص لقدام لا، البالم بص لقدام لا، يبقى دوت نوت ان ذا انتوميكال بوزيشن. عشان هو لازم عشان يبقى في الانتوميكال بوزيشن لازم الست شروط يبقوا موجودين، لو اختل شرط واحد يبقى الراجل ده مش في الانتوميكال بوزيشن ومش في الوضع التشريحي اللي اتفقوا عليه علماء التشريح، يبقى دوت مش في الانتوميكال. تعال نشوف اخر الصوره دي، الراجل دوت مطابقه فيه الست شروط ولا لا؟ ستاندنج واقف اه، اريكت منتصب اه، arms are straight and beside the body، ايوه دراعاته مفروده جنب جسم، رجليه مفروده وجنب بعضيها، the eyes are facing forward والبالم of the hands are facing forward، يبقى الراجل دوت in the anatomical position. يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا، جامعة تسمو بالخير.